واقعة لميس الطفلة البريئة بنت مركز بلقاس. احنا مازلنا متواجدين دلوقتي مع الاهالي، والاهالي كلهم متجمهرين عند البيت زي ما حضراتكم شايفين كده معايا في الصورة. دورنا وقلبنا الدنيا عليها، فلقينا مرات عمها رحمة محمود غنيم خنقاها وقتلاها ولفاها في كرتونة وحطاها في البلكونة مع الكراكيب اللي في البلكونة. وطبعا رئيس المباحث جه والنيابة جات وتم البحث، واللي شافها في البلكونة رئيس المباحث. فطبعا القتيلة لما حست ان هي اتقبض عليها نزلت جرت، ورجال الامن الله يعينهم ويقويهم قدر ان هم يقبضوا عليها. والبنت بقى ربنا يكتبها في الشهداء ويجعلها عوض لابوها وامها ان شاء الله، وربنا يصبرنا وصبر اهلها يا رب. ربنا يصبرنا وصبر. اللي ممكن تخليها تعمل حاجه زي كده، هي جايبه قروض لابوها ابو محمود غنيم ده، جايب قروض وهي ضمناه، واتسجنت قبل كده يومين من ورا جوزها بدون علم جوزها، وجوزها جاي من الشغل لقى الدنيا كلها الهيصه دي، جوزها ما يعرفش اي حاجه، جه وقف في ايه شاف الوضع ده قدام جوزها سمير الصياد، اخو محمد الصياد ابو القتيل. فطبعا قتلتها عشان تاخد حلق، هي لو قالت لنا كنا ادينا لها ثمن الحلق. قتل الطفلة مالهاش ذنب علشان تاخد الحلق بألف جنيه ولا بألفين جنيه عشان تنقذ أبوها الشمام اللي شغال بقى بيشرب ومخدر وجر بنته للشر. إن شاء الله ربنا يورينا فيها يوم، وإن شاء الله هتتقتل قبل، بس إحنا يعني إيه، هنسيب القانون ياخد مجراه، هنسيب القانون ياخد مجراه. إحنا بنحمد ربنا إن هي جرت قبل ما نكتشف ان هي اللي قتلها، لان هي لو فضلت قبل ما نكتشف ان هي قتلها ما كانوش هيلقوا منها حاجه ياخدوها اصلا، لا هي ولا ابوها الكلب كان هنا هو اللي شجعها وهو اللي ساعدها في قتل الطفله المسكينه اللي ملهاش اي ذنب دي. خنقوها ورموها في كرتونة من الساعة واحدة لما للساعة 8-9 بالليل لما جت تزرقها. طبعا احنا خدناها وجرينا على المستشفى على امل ان هي تكون عندها غيبوبة او كده، لكن انا ان قد توفاها الله وربنا يرحمها وصبر اهلها وصبرنا جميعا، لان هي بنتنا كلنا. محمد الصياد ده من انظف الناس اللي تعرفه في حياتك، وسمير الصياد ده من احسن الناس اللي انت تشوفه، راجل بيجري على على معيشته يعني، هو يوميا من الساعة 6 صباحا للساعة 10 بالليل على ما يجي بالشغل كل يوم والله عشان يأكل الكلب، عشان يعيش الكلبة وعيالها. كان جزاءه ان هي تقتل بنته اللي هي بنت اخوه. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وان شاء الله القصص العادل بامر الله. بتدور معاها؟ ده من جرائتها بقت نازله تدور، فهي لازم تعمل كده. من فجرها كانت بتدور معاها؟ من فجرها وفرطت وطلعت. هي اتقبض عليها عند المساحه جدا، بس ان شاء الله حد عليه، وان شاء الله ان شاء الله القصص العدل عن قريب، لان ده طفل ما لهاش ذنب في اي حاجه.
هي لو قالت لنا احنا هاتوا لنا فلوس كنا ادينا لها فلوس بنت الكلب اللي ما كنا ادينا لها فلوس وما قتلتش طفله زي دي. كل ده دفعها الفلوس بس، كل ده عشان تاخد حلق ثمنه 2000 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 3000 جنيه. قتل النفس مالها الذنب في اي حاجه؟ ما كانش في اي مشاحنات نهائي. ده حلوين قوي، ده احنا كلنا كنا بنحب البنت دي ومبسوطين منها، يعني ده مفاجاه للكل كلنا، يعني مفيش، ده هم كلهم اخوه متحدين بيحبوا بعض. على رحمه دي بالضبط، رحمه مجنون، وكان هنا هي بتطبطب على والدتي على 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 ام القتيله، وبتطبطب عليها وتقول لها هتنقلها ان شاء الله ومش عارف ايه، واختها الصغيره هي اللي بقت تنقلها من مكان لمكان، كل ما حد يخش على المكان ده هم رئيس المباني كانوا واخدها تحت باطه وهو بدور، بس يعني بحجه او غيرها، فهو سابها في اللقطه اللي هو سابها فيها كانت هي نزلت بقى ومشى الطبيعي وقامت جري. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا فوجئت والله شريف بيه رئيس الفرع نفسه مش رئيس المباحث كمان، هو انا كنت معاه على طول اول باول، طلعنا فوق السطح دورنا حد الشكاير اللي فيها المخلفات والخزانات بتاع الميه والعشش بتاع الفراخ والبط، ونزلنا تحت بقى قال انا عاوز كل واحد صاحب شقه هو والمدام بتاعته بس. دورنا عند شقه محمود شعبان، لا محمد ولا مصطفى، مصطفى مصطفى، دورنا في مصطفى الاول عشان بنت ام اسمها هناء، دورنا عندها ما فيش حاجه، وبعدين قال لي انا عاوز الشقه اللي جنبي دي، شايف مين دي يا اولاد؟ قالوا سمير ومراته. قلت لهم اندهوا لي سمير ومراته، سمير ومراته قعدتهم على السلم كده، انا حسيت ان البنت دي انا اول مره اشوفها شكلها مش طبيعي. المهم جه شريف جه فتح الباب خدهم ودخل، قعد يدور بكل بجاحه، هي معاها البنت صغيره، قالت انا هاخد البنت مش عارف اوديها فين ومش عارف. المهم ايه، خدت البنت ونزلت، هي نزلت من ساعه ما نزلت هنا احنا شكينا شريف بقى في حاجه. المهم لما قالت انا هنزل بالبنت كده فسحها او حاجه، محمود بيه والجماعه بتوع المباحث جروا وراها ما لحقوهاش. لقينا البنت فين؟ ملفوفة في الستارة، في الستارة ومحطوطة في كرتونة. أنا حسيت إن هي متوفية، كرتونة مرمية، كرتونة حسبنا الله ونعم الوكيل. هي كانت مخنوقة بس ولا كان فيها أي حاجة تانية؟ يعني عملت فيها أي حاجة؟ هي ملفوفة في ملفوفه في بس هي خنقتها وثابتها كده، خنقتها وثابتها بس مفيش اي جروح، وثابتها بقى. شوف بقى من الساعه 12 ومن الساعه 1 الدم باين لحد الساعه 9 رجلينا وعصبنا راسي. ايوه ربنا يصبرها يا رب، واحده ما عندهاش قلب وتعتبر ده كفر، مش يهوديه بس كفر، ربنا ينتقم منها. لفها هنا لا حول ولا قوه الا بالله، حطها في الاول ورميها في الثانيه، لا حول ولا قوه الا بالله. قتلتها ولفتها وحطيتها في الكرتونه دي، دي الكرتونه اللي كانت في الدم. حسبي الله ونعم الوكيل، كرتونة مفاهيم كلنا بنطلب الكفاءة. عيلة 4 سنين أنا مراكعبيها وأكنها بنت، أنا مالصوا بنات، مالصوا بنات معايا قص صبيان، وأنا كنت بعتبرها إن هي بنتي. ربنا ينتقم منها مرات عمي. الأخوات أخوها فوق في الدور الثاني، وقعت منها المسطرة نزلوها تجيب لها اختي هنا قاعده معاها ال 24 ساعه مع سلفتي اللي جنبي، قامت منزلها واخده البت في ايدي. لما خدت البت تعالى مثل ما اقول لك تعالى نطلع عندي، طلعتها وشويه بقى سلفتي اللي هي موتت البت، قامت بعت اختي بجوز العيال ولادها معاها بس صبيان،
قالت لا اشتري لهم، انا فاتحه محل صغير هيك. العيال اشتروا وقاموا طالعين على نزله ليزا وكريم اخوات العيله اللي مات. يا عمتها انا احنا ما شفناش اختين. قلت لهم اختي رحمه خدتها وطلعت لرحم، طلعت فقمت قايله لا شفتيها ولا جت عندي. والبنت كانت عندها موتاها وخانقاها، بنت زرقاء خالص ولفها شجاره وكراتين وحطها في البلكون. اللي عندنا البيت ولا متمره وهي عامله العامله، ربنا ينتقم مني، ربنا ينتقم مني. كانت بتدور ومسكت في اخوات سلفات خالات البنت اللي ميت، وقالت لهم اللي هيجي عندها هعمل وسوى، ما عادش حد يفتش عندي. وجابت ابوها، ابوها جاب توفته وطلع عشان ياخد البيت. كان المركز جه، لما المركز جه ما عرفتش تاخد البيت، ما عرفش ياخد البيت، وابوها قام طفشان. وهي بقى لما قعدوا يسالوني وانا قلت على اللي حصل، قام قال لي سلفي ابو البنت اللي مات، قال له بنتك ما طلعتش من الشقه اللي جنبك ده، ما زابت ما دخلوا عندها. على ما جم يحصلوا البلكونه كانت هي خدت اختها وجوز العيال وطفش. والبنت لا سرقتنا بدل المرة ألف مرة، وأوسخ الكلام بتقول وتقال عليها أوسخ الكلام، ومحدش جاب لنا حقنا لحد ما خد ماسكة فيا وأوسخ الكلام. قالت لي أنا بقالي ثلاث شهور ما بكلمهاش، وجدار شقتي هو جدار شقتي. بنتي كلب وسخة حرامية، ربنا ينتقم مني. يلاقي بحاجة اللي عملته في البنت ده يتولع فيها علني كده، هي واختها وابوها علني بجد وسخ كده. الناس كلها يصوروها لان دي عيله بريئه، اما تعمل فيها كده ربنا ينتقم منها. حق جاه النبي ربنا ينتقم مني، ربنا ينتقم مني، ربنا ينتقم مني. رحمه مرسم ايه؟ خليتها بقى خدت الحلقه من قدام. ايه اللي خلاها تعمل كده؟ ايه الدفع بتاعها؟ ما اعرفش والله، عشان عليها قروض وعايزه تدفع، وعشان بتغير عليها، بتغير من امها، بتغير من امها اساسا. من رئيس المباحث عشان تقتل بينا وبين بعض. ليه تعمل كده بس؟ مشاكل ايه؟ مشاكل ايه؟ ده كانت بتضغط عليا وتقول لي هتيجي. مرات عمها قتلتها، غدرت بي، غدرت بي من غير اي سبب عشان حلقان في ودنها. قتلتها وماشيه تلف عليها معايا في الشارع، محروق قلب عليها من الظهر وقتلها من الظهر، ولما للعيشه تلف عليها معايا وتقول لي هترجع، هترجع، هترجع وهي ميته وحطها فوق في البلكونه. بنتي، بنتي، يا قلب امي، يا قلب امي، ما اعرفش عملت فيها ايه، خنقتها، ما اعرفش خنقتها بايه. بنتي طلعناها زرقاء كلها في بعضها والحلقان متشاله ومناخيرها بتنزل مخاط ابيض، ما اعرفش اموتتها ازاي، ما اعرفش خنقتها ولا عملت فيها ايه، ولا عملت فيها ايه. عيلة لسه اربع سنين، طفلة، لموسة، 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 لموسة اربع سنين يا ولاد، اربع سنين يا ولاد، ما تعرفناش ربنا ازاي يا ولاد. والله يا قلب امك يا بنتي، يا رب، يا رب، يا رب، عايزك عندك يا رب، عايزك عندك يا رب، عايزك عندك يا رب، احتسبتها عندك يا رب، احتسبتها عندك، احتسبت بنتي عندك يا رب. انا عايزه حق بنتي، عايزه حق لموس، عايزه حق لموس، لموس، انا عايزه حق لموس، انا عايزاها تموت زي ما حرقت قلبها على بنتي، يتحرق قلبها على عيالها زي ما حرقت قلبها على ضنايا. انا عايزه حق بنتي.